عزيزتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، في مادة الرياضيات اليوم سوف ندرس حصة للمراجعة الدروس التالية، وهي الدائرة والقرص، حساب المحيطات ومحيط الدائرة. هو كذلك بالنسبة لدرس الدائرة والقرص سوف نقتصر فقط على محيط الدائرة. إذن أول نشاط يتعلق بالدائرة. بالنسبة للدائرة نحتاج لرسم دائرة. أول شيء نقطة، نضع نقطة ونرسم شعاعا، وقد لا نرسم الشعاع ونأخذه فقط في البركار به مثلا 5 سنتيمتر، الشعاع نرمز له بآر. بعد ذلك نرسم دائرة باستعمال البركار. إذن الدائرة هي هذه مجموعة النقط التي تبعد ب 5 سنتيمتر عن المركز الدائرة. بعدها سوف نمر إلى وضع آخر بالنسبة للدائرة، ولكن سوف نستعمل القطر بالنسبة للدائرة. إذا لاستعمال القطر نضع المركز، وبعد ذلك نرسم القطر. مثلا أخذنا قياس 8 سنتيمتر، إذا يجب أن يكون المركز في الوسط القطر، 4 على اليمين و4 على اليسار. إذا والرمز للقطر هو الدي. بعد ذلك نرسم الدائرة، ولكن عند الرسم دائما نستعمل البركار. إذا سوف لا نأخذ 8 وإنما نأخذ نصفها وهو الشعاع 4. إذا عند استعمال البركار يجب وضع 4 سنتيمتر وليس 8، لأن 8 تمثل القطر. بعد ذلك نمر إلى دائما في الدائرة، المطلوب هو محيط الدائرة. محيط الدائرة هو القطر في بي، بي يعني المحيط يساوي الدي في 3.14، أي أن القطر يساوي 3.14. إذن عند استعمال القطر نضرب في بي فقط، ولكن عند استعمال الشعاع نضرب الشعاع في 2، فنحصل على، إذا ضربنا الشعاع في 2 نحصل على القطر. إذن القطر الشعاع في 2 في بي، يعني الشعاع R في 2 في 3.14. هنا القطر 6 سنتيمتر، إذا نعوض ب 6 ونضرب في 3.14. بعدها عند إنجاز العملية سوف نحصل على 18.84. وإذا استعملنا الشعاع 3 سنتيمتر، إذا نعوض الشعاع ب 3 فنضرب في 2 فنحصل على القطر. بعدها نضرب في 3.14 التي هي بي، ونحصل على نفس النتيجة، هي 18.84 سنتيمتر. نمر إلى حساب محيطات الأشكال. إذا محيط المربع، بالنسبة للمربع نعرف أن المربع أضلاعه الأربعة متقايسة. ما معنى المحيط؟ يعني مجموع الأضلاع. إذا محيط المربع هو الضلع في 4، بي تساوي أ في 4. كمثال أخذنا الضلع يساوي 7 سنتيمتر، إذا نعوض الضلع ب 7 ونضرب 7 في 4 فنحصل على 28 سنتيمتر. نمر إلى محيط المعين، عفوا، كذلك المعين أضلاعه الأربعة متقايسة. إذا نفس الطريقة بالنسبة للمحيط المربع، نفس القاعدة، الضلع في 4، نلاحظ الضلع هنا، أخذنا الضلع يساوي 10 متر مثلا حديقة على شكل معين، إذا نعوض ب 10 ونضرب في 4 فنحصل على 40 متر. بعد ذلك نمر إلى النشاط الآخر الذي يتعلق بمحيط المستطيل. نعرف أن الأضلاع المستطيل متقابلان متقيسان، إذا محيط المستطيل هو الطول زائد العرض في 2، الطول L كبيرة زائد L صغيرة في 2. الطول هو هذا، مثلا أخذنا 7 سنتيمتر والعرض أخذنا 3 سنتيمتر، إذا نعوض الطول ب7 والعرض ب3 ونجمع بعد ذلك الطول زائد العرض فنحصل على نصف المحيط فيعطينا 10، نضرب في 2 فنحصل على النتيجة هي 20 سنتيمتر. بعد ذلك يمكن أن نستعمل بالنسبة لمحيط المستطيل طريقة أخرى. نعرف أن كل ضلع متقابلة متقيسان، إذا عوض أن نستعمل الطول زائد العرض في 2، نقول الطول في 2 والعرض في 2. إذا نستعمل الطول في 2 والعرض في 2، عوض الطول زائد العرض في 2، فنحصل 2 الطول في 2
يعني 14، يعني هنا 7 وهنا 7، إذا 7 زائد 7 14، والعرض 3، 3 هنا و 3 هنا، إذا 3 في 2 6، وعند جمع 14 مع 6 نحصل على 20، نفس النتيجة التي حصلنا عليها في الطريقة الأولى. نمر بعد ذلك إلى محيط متوازي الأضلاع. نعرف كذلك بالنسبة لمتوازي الأضلاع، أضلاعه كل ضلع متقابلان متقيسان. إذا الضلع الأول سميناه أ عوض الطول، لأن الطول عند المستطيل فقط، والضلع الثاني سميناه ب. الضلع أ 6 سنتيمتر، والضلع ب 2.5 سنتيمتر. ونفس القاعدة، الضلع الأول زائد الضلع الثاني في 2، الضلع الأول زائد الضلع الثاني الكل في 2. إذا الضلع الأول عوضناه ب 6 سنتيمتر، والضلع الثاني ب 2.5 سنتيمتر، إذا هذا النصف المحيط يساوي 8.5، وعند ضربها في 2 نحصل على 17 سنتيمتر. إذا 6 زائد 2.5 زائد 6 زائد 2.5، فنعود إلى نقطة الانطلاق فنحصل على 17 سنتيمتر. إذا بالنسبة لمتوازي الأضلاع يمكن استعمال نفس الطريقة التي استعملنا بالنسبة للمستطيل، وهي الضلع الأول في 2 في 2، والضلع الثاني في 2، عوض الضلع الأول زائد الضلع الثاني. إذن نفس التمرين ولكن الجواب بطريقة أخرى. إذا الضلع في 2 6 في 2 و5 في 2، لأن أ 6 سنتيمتر، وهذا الضلع الآخر كذلك 6، هنا 2.5 في ب، إذا في الجهة الأخرى كذلك 2.5. إذا 6 في 2 12، و 2.5 في 2 5، و 12 زائد 5 17 سنتيمتر، نفس النتيجة التي حصلنا عليها بالطريقة الأولى. نمر إلى محيط شبه منحرف. بالنسبة لشبه منحرف، الضلع الأول زائد الضلع الثاني زائد ساقين، ويمكن أن نقول عوض الضلع، فهنا نقول القاعدة الكبرى ب زائد القاعدة الصغرى ب صغيرة زائد الساق الأول زائد الساق الثاني. أخذنا في القاعدة الكبرى 5 سنتيمتر، والقاعدة الصغرى 3 سنتيمتر، وفي الساقين لأنه شبه منحرف متساوي الساقين، إذا 1.5 1.5، إذا القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى زائد الساق الأول زائد الساق الثاني، إذا القاعدة الكبرى 5، القاعدة الصغرى 3، زائد الساق سي 1، زائد الساق الثاني سي 2، والمجموع هو 11 سنتيمتر. إذن لنقوم بنشاط تطبيقي. التمرين الأول، محيط مربع يساوي 100 متر، أوجد قياس ضلع المربع. إذن نعرف أن محيط المربع يكتب ب تساوي أ في 4. إذن بالنسبة للتمرين لدينا المحيط، والسؤال المطروح هو حول الضلع المربع. إذن عدد نضربه في 4 فنحصل على المحيط الذي هو 200. إذن يمكن أن نكتب 200، 100 متر تساوي أ في 4. إذن ما هو العدد الذي نضربه في 4 فنحصل على 200؟ يمكن أن نحصل على هذا بطريقة أخرى، وهو الضلع المحيط قسمة 4 فنحصل على 50 متر. إذن القاعدة التي يمكن أن نستنتجها أن ضلع المربع يساوي المحيط قسمة 4. إذن هذه النتيجة يجب أن نحفظها وأن نسجلها لدينا في دفتر، ولأنها سوف نحتاجها في بعض التمارين. إذا ضلع المربع، ويمكن تطبيقها كذلك على المعين. إذا ضلع المربع يساوي المحيط قسمة 4. إذا أخذنا 200 فقسمنا على 4 فحصلنا على 50 متر. وللتأكد من ذلك، إذا يمكن أن نقول
إذا الأضلاع للمربع كم من ضلع له؟ 4 أضلاع. إذا لدينا 4 في أ، ماذا تساوي؟ يعني أ زائد أ زائد أ زائد أ، يعني الضلع زائد الضلع الثاني زائد الضلع الثالث زائد الضلع الرابع. نعوض هذه الأضلاع، هذا للتأكد من الجواب. إذا 50 زائد 50 زائد 50 زائد 50، إذا 50 زائد 50 100، 50 زائد 50 100، إذا هنا عوض أن نقول 50 في 4، إذا نكتب 100 زائد 100 تساوي 200 متر، ونفس النتيجة نحصل عليها عندما نقوم بتعويض أ ب 50، 4 نكتبها في هذا المكان، 4 في أ نعوض أ بقيمتها التي هي 50، يعني الضلع يساوي 50، إذا 4 في 50 تساوي عند إنجاز العملية نحصل على 200 متر، إذا نفس النتيجة التي حصلنا عليها عندما قمنا بجمع الأضلاع الأربعة. إذا هذا بالنسبة للنشاط أو للتمرين الأول. إذا نمر إلى التمرين الثاني وهو يتعلق بالمستطيل. إذا في التمرين الثاني سوف نتطرق كما قلنا للمستطيل. لدينا محيط مستطيل يساوي 600 متر وعرضه يساوي نصف طوله. أوجد بعدي المستطيل. إذا ماذا نقصد ببعدي المستطيل؟ بعد المستطيل هما الطول والعرض، هما الطول والعرض. إذا بالنسبة لمحيط المستطيل مثلا، إذا انطلقنا من هذه النقطة في هذا الاتجاه، إذا الطول زائد العرض زائد طول زائد العرض نحصل على 600 متر، ولكن لدينا شرط وهو عرضه يساوي نصف طوله. إذا بالنسبة لهذا المعطى مثلا أخذنا هذا المستطيل وعندما رسمته قمت بوضع في الطول 4 سنتيمتر وفي العرض 2 سنتيمتر، إذا نعرف أن 2 هي نصف 4، إذا هنا نصف وهنا كذلك نصف، حتى يتحقق لنا المعطى في التمرين أن عرضه يساوي العرض يساوي نصف الطول. إذا هذا عرض وهذا كله هو طول وهذا كذلك طول وهذا عرض. إذا بما أن العرض يساوي ماذا يساوي؟ العرض يساوي نصف الطول، يعني من هذه النقطة إلى المنتصف. إذا هذا عرض وهذا كذلك يساوي نصف الطول، يعني هو كذلك يساوي عرض. إذا العرض زائد العرض سوف يساوي الطول. نفس الشيء هنا، هذا الجزء يساوي عرض وهذا الجزء كذلك يساوي عرض. إذا عند حساب كم من مرة تكرر العرض سوف نجده 6 مرات، مرتان في الطول، مرة واحدة في العرض، مرتان في الطول ومرة واحدة في العرض، إذا المجموع هو 6 مرات العرض. إذا سوف نقسم المحيط على 6 لأن لدينا 6 أجزاء كلها متقايسة. إذا محيط هذا المستطيل يساوي 6 مرات العرض. إذا نقوم بحساب بإنجاز العملية التالية وهي 600 قسمة 6 فنحصل على 100 متر وهذا هو قياس العرض، مفهوم؟ إذا طول يساوي كم؟ بما أن العرض يساوي نصف الطول، إذا الطول يساوي ضعف العرض، يعني العرض ضرب 2. نعوض العرض بقيمته فنحصل على 100 في 2 تساوي 200
بعد ذلك للتأكد من أن الجواب هل هو صحيح، إذن 100 هي نصف 200، إذن هنا متر. للتأكد نعرف أن محيط المستطيل يساوي الطول، يساوي الطول زائد العرض بين قوسين في 2. نعوض الطول ب200 زائد العرض يساوي 100 الكل في 2. 200 زائد 100 300 في 2 تساوي 600 متر، وهي نفس النتيجة التي كانت لدينا في الأول، وعرضه يساوي نصف طوله. إذن بالنسبة لهذا النشاط قد فهمنا كيف يمكن أن نجيب عليه انطلاقا من تمثيل، ويمكن أن نقوم بتمثيل الجواب لهذا التمرين بطريقة أخرى، وهي نفس الطريقة. نعرف أن العرض يساوي نصف الطول، إذن لدينا العرض ولدينا الطول. نأخذ قياس بالنسبة للعرض مثلا 1 جزء 1، إذن 1 سنتيمتر. بالنسبة للطول حتى يكون العرض نصف الطول، إذن سوف نأخذ 2 سنتيمتر، وهذا الجزء يساوي نصف هذا الجزء الممثل للطول، مفهوم؟ إذن نأخذ المحيط الذي هو بي يساوي 600 متر، نقسم المحيط على 2. إذن عند قسمة المحيط على 2 نحصل على نصف المحيط الذي هو طول زائد العرض. نعوض ب 600، نعوض المحيط ب 600 قسمة 2 تساوي الطول زائد العرض. الطول زائد العرض، 600 قسمة 2 هي 300 تساوي الطول زائد العرض. إذن هنا كم لدينا من جزء؟ لدينا الجزء الأول يمثل بالنسبة للعرض، بالنسبة للطول لديه جزءان، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. إذن كم أصبح لدينا من جزء؟ 1 2 3 3 أجزاء. إذن نأخذ 300، عفوا سوف أكتب في هذا المكان 300 التي هي نصف المحيط، ونقسمها على الأجزاء الثلاثة فنحسب جزءا واحدا، إذا قسمة 3 فنحصل على 100 متر. إذا جزء واحد يساوي، إذا لدينا 3 أجزاء قسمنا على 3 لأنها متقيسة فحصلنا على 100، إذا 100 يمثل جزء واحد، إذا العرض لديه جزء واحد، إذا هذا هو العرض، وبالتالي الطول لديه جزءان، يمكن أن نكتب 100 زائد 100 أو 100 في 2 فنحصل على 200 متر، وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها في الجواب الأول. إذا نكون هكذا قد أنهينا النشاط الثاني، ونمر إلى نشاط آخر بإذن الله. إذا في النشاط الثاني سوف نتكلم عن محيط الدائرة. لدينا تمرين 3، محيط دائرة حديقة دائرية الشكل هو 439.6 متر. أوجد شعاع هذه الحديقة. إذا بالنسبة لهذا النشاط أول شيء يجب أن نتكلم عنه هو كيف نحسب محيط دائرة. إذا لدينا حسب المعطيات التي رأينا في الدروس وفي حصة الدعم أن محيط يمكن حسابه انطلاقا من القطر في بي التي هي 3.14، ويمكن أن نحسبها كذلك محيط الدائرة، ويمكن أن نحسبها انطلاقا من الشعاع R في 2 في 3.14. نفس هذه الخاصية تنطبق كذلك على القرص.
إذن المطلوب في التمرين هو حساب الشعاع. إذن للحساب الشعاع يمكن استعمال طريقتين، مفهوم؟ إما الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. نستعمل الطريقة الأولى، مثلا المحيط يساوي القطر في 3.14. حسب التمرين لدينا المحيط يساوي كم؟ يساوي 439.6 متر. إذا انطلاقا من هذه القاعدة، القطر يساوي ماذا؟ يساوي المحيط قسمة بي التي هي 3.14. إذا أخذنا محيط دائرة وقرص وقسمناه على بي على 3.14، نكون قد حسبنا القطر. وعند إنجاز العملية نعوض المحيط بقيمته 439.6 قسمة 3.14. عند إنجاز العملية نجد 140 متر. ونعرف أن الشعاع يساوي القطر قسمة 2. نعوض القطر بقيمته 140 على 2، وعند إنجاز العملية نحصل على 70 متر. إذن شعاع هذه الحديقة، إذن الشعاع هو سبعون متر. إذن هذه بالنسبة للطريقة الأولى التي استعملنا من خلالها القطر. سوف نرى بالطريقة الثانية استعمال الشعاع. إذن نعرف أن محيط الدائرة يساوي الشعاع ضرب 2 ضرب 3.14. لحساب الشعاع انطلاقا من المحيط، الشعاع يساوي المحيط قسمة ماذا؟ قسمة جداء 2 في بي التي هي 3.14. إذن أول شيء نضرب بي في 2 فنحصل، إذن الشعاع يساوي المحيط، ونعوض المحيط بقيمته التي هي 439.6 قسمة 2 في 3.14 تساوي 6.28. إذن عند إنجاز العملية 439.6 قسمة 6.28 نحصل على 70 متر. إذن الشعاع في هذه الحالة هو كذلك، إذن شعاع الحديقة هو 70 متر. إذن يمكن استعمال الطريقة الأولى، نجد القطر، وعند ما نجد القطر نقسم عليه 2 فنحصل على شعاع. ويمكن أن نستعمل هذه الطريقة الثانية، أن الشعاع ماذا يساوي؟ يساوي المحيط قسمة جداء 2 في بي، جداء 2 في 3.14. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا النشاط، وإلى درس لاحق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.